الرحمن الرحيم. اكيد طبعا حضور الناس هنا مديني انطباع الناس مهتمه، ودي حاجه كبيره بالنسبه لي. وانا بصراحه يعني انا لما قابلتهم ناس محترمه وناس علاقتها كويسه، فانا حاسس اني مبسوط، وان شاء الله اتمنى ان اكون عند حسن ظنهم. والنقله دي ان شاء الله نقله تكون كويسه. النادي الاتفاق نادي كبير، وباذن الله اكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الجمهور باذن الله. النادي كلمني طبعا، انا عارف النادي الاتفاق وعارف جمهور نادي الاتفاق، نادي كبير وجمهور جمهور عظيم هناك. طبعا الدوري السعودي دلوقتي ما بقاش غريب على اللعيبه المصريه، اخرهم طبعا كابتن عماد متعب اسطوره الكره المصريه في راح نادي التعاون. فده بيدي تشجيع ان الواحد يجرب يخوض تجربه هناك في الدوري السعودي. فاتمنى ان شاء الله ان نكون تجربه موفقه بالنسبه لي مع النادي، وان شاء الله بامل ان انا اكون اظهر بصوره كويسه، وان شاء الله باذن الله شرف النادي الاهلي طبعا، لان انا طالع من النادي الاهلي نادي كبير برضو، فلازم باذن الله اكون على المستوى الممتاز باذن الله. بالنسبه لي انا اهم حاجه عندي ان انا الجو العام كله هقدر ان انا استريح فيه واكون مرتاح فيه، ان انا اقدر ادي، ده اهم حاجه بالنسبه لي يعني. فطبعا زي ما قلت ان النادي كبير، فطبعا ما ترددتش ان خلاص يعني ان انا اروح، خصوصا ان النادي الاهلي يعني رحب ان انا اطلع العرض ده. فبالظبط فرصه ان انا العبه، فرصه ان انا ان شاء الله اكون متواجد مع منتخب مصر باذن الله في كاس العالم. مش وداع ولا حاجه، ان شاء الله هي 6 شهور وراجع تاني باذن الله. بالظبط هي وداع مؤقت فعلا يعني، لكن طبعا لا انا بتربطني علاقه جيده جدا بالجهاز الفني واللعيبه يعني اخواتي، وفي عشره بينا. فاكيد طبعا انا هفتقدهم، وافتقد طبعا جمهور النادي الاهلي اللي هو دايما بيدعمني. فانا دي اكتر حاجه محزناني، ان الواحد هيبعد الفتره دي كلها عن الجو ده يعني. مفيش سر ولا حاجه، بس هو انا من صغري بحب الكابتن محمد ابو تريكه، فالحمد لله كل بدات في نادي تليفونات بني سويف برقم 22، ولما رحت المقصه بنفس الرقم، والحمد لله يعني ربنا وفقني بيه يعني.